من فيرست اكزام جون 2016 كويتشن 3 بارت بي اف اي تقسيم بي تايمز سي ليس ذان 0 يعني نيجاتيف فايند اول بوسيبل ساينز فور اي بي اند سي. نبدا بالاي. الاي احتمال تكون يا بوزيتيف يا نيجاتيف. بعدين يجي لنا البي، ايضا ممكن تكون يا بوزيتيف يا نيجاتيف. احنا يهمنا الفاينل اوتكم يكون نيجاتيف، فهنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، عشان نعرف نحدد الفاينل ساين الا لما نشوف السي. لسه عندنا سي، السي لابد يكون لها خيار واحد، الاي بوزيتيف والبي بوزيتيف، يبقى السي شود بي نيجاتيف عشان الفاينل ساين يديني نيجاتيف. بوزيتيف تايمز بوزيتيف تايمز نيجاتيف يديني نيجاتيف. بوزيتيف مع نيجاتيف، بوزيتيف اي مع نيجاتيف بي يديني نيجاتيف، مش عايزين نغير اشاره النيجاتيف، فناخد بوزيتيف من السي فالناتج ايضا نيجاتيف. نيجاتيف اي مع بوزيتيف سي يدينا نيجاتيف، احنا عايزين نحافظ على النيجاتيف، يبقى ناخد بوزيتيف سي فالناتج نيجاتيف، احنا عايزين ناتج نيجاتيف. نيجاتيف اي مع نيجاتيف بي، لا عايزين نغير الساين نخليها نيجاتيف، فنضربها في نيجاتيف سي فالناتج هيديني نيجاتيف. هو طالب مني all possible signs، يبقى ال possible signs عندنا A و B و C، بحيث الناتج النهائي يكون negative. والresult نبدأ بأول outcome، الأول negative outcome، positive مع positive مع negative والناتج negative. خلينا نرقمهم، نقول ده رقم واحد، second outcome اللي يدينا ايضا نيجاتيف هيكون بوزيتيف مع نيجاتيف مع بوزيتيف، الناتج نيجاتيف. الثيرد بوسيبيليتي ان يديني نيجاتيف، نيجاتيف اي مع بوزيتيف بي مع بوزيتيف، نيجاتيف اي مع بوزيتيف بي مع مع بوزيتيف سي. اخر outcome يديني نيجاتيف، نيجاتيف A مع نيجاتيف B مع نيجاتيف C والناتج نيجاتيف. يبقى دول الفور possible signs for A B C بحيث ان الفاينل ريزلت يكون نيجاتيف.